هو مين اللي عزم حضرتك في الحفلة؟ مش عارف، إنما أنا بحب الحفلات. الله ربنا يديك الصحة بالهنا والشفاء. اسمح لي بقوم زيارة لسعادتك في المكتب، أنا عارف العنوان، عشان وسطة صغيرة منك لبنوتي عشان السينما وأفلام. أعرف أنك أنت قديم ولك خبرة يعني. ما شاء الله، بعد الأكل الحلو ده أنا تحت عمرك. العفو فندم، شكرا. استنى أنا يا أخي. نعم. بستغرب. خير؟ عاوز أفهم كلمة واحدة بس. إيه هي الكلمة؟ يا حلاوة. هو محدش بيقول دي الا هو. مساء الخير يا ملك. مساء النور يا فندم. هو قال لك كلمة السر اللي هي ايه؟ يا حلاوة. لا لا، هو يقولها كده يا حياة زي العبيط. لا 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 لا، يا حلاوة. انا كنت بطمن بس. لا تحت امرك، اطمن. استمتع بوقتك. شكرا فندم. قضيها. اتفضل. أول مرة أعرف إن هتلر كان أهبل. إحنا نتصور دلوقتي عشان أنا بحبك أصلا، وبعد ما نتصور نقعد بقى مع بعض نشوف هنعمل إيه في موضوع الحب. طب نتصور الأول وبعدين بقى نشوف موضوع الحب ده بعدين. بس توعديني إن إحنا نتكلم في موضوع الحب ده. ربنا يسهل يا عم. طب تعالى نتصور. ورحمة أمي، ورحمة أمي، أنا بقول لك أهو، لو مشيتي من الحفلة بعد ما وعدتيني ما هطلعك من الفيلا سليمة. تمام؟ طيب هنشوف الموضوع. طب في حد هيصورنا ولا إحنا اللي هنصور؟ معكيش موبايل؟ لا مش معايا. طب تعالي بقى عشان الموبايلات. هناك. اتفضلي. هناك فين؟ هناك. اتفضلي. خفيش. جي راس. يلا يلا. جون 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 جون. نقابلك بقى مرة تانية، مش يلا بقى جانا ولا ايه؟ يلا يلا باي. في ايه يا فخراني بيه؟ مالك؟ واحد كان هلا بيلعب وكسبني وخد جانا. كسبك وخد جانا؟ ده اللي هو اهدى بس يا فخراني بيه، اهدى. هجيب لك جانا واجيب لك سوبر ماريو. هو راح منين عشان واخد محاولتين زيادة؟ من هنا. خليك انت العب بس بهدوء. ها حاط خلاص، مش كفايه؟ لا لسه فاضل واحد. يا عم اتصورنا 500 صوره، انا رجلي وجعتني. طب ممكن نتصور اخر صوره عشان اعلقها في الشارع؟ انا بجد تعبت. اخر صوره ماشي، بس اضحكي. هضحك في الصوره. طب اضحكي، جربي. مش هعرف اضحك دلوقتي في الصوره. ما انا عايش. هي ضحكه واحده. هضحك في الصوره. هضحك في الصوره. يلا واحد اثنين ثلاثة. انت اتجننت؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ايه؟ انا غلطانة على فكرة، اللي انا اتصورت معاك. انت غلطانة على ايه؟ يا عم الاحترام ما بينفعش مع اللي زيك. ده البت انا في السويد الواحد يعني بيمشي مع 24 ساعة ما بتعملش اللي انت بتعمليه ده، واحلى مني وشعرها احلى مني. ايه ده؟ انت بقالك فترة صاحبتك مش عجباني. ليه؟ واقف متسمر مكانك كده بقى. السحبة مش هتجيب رد للصالة. عشان شايل الهم والله. ليه؟ البت مش عايزة تحبني خالص. ما انت قافش فيها زي العنكبوت. ما نعملها ايه؟ سيبها تطير. لو بتحبك حجيلك تاني. ارقص. ارقص ليه؟ غصب عنك ترقص. اسحب لي السحبة. دينجيرس. دينجيرس يا دي ايمن. بتعمل ايه؟ دينجيرس. بتعمل ايه؟ لا ده بتعمل ايه؟ احنا في حفلة. ايوه. شكلك وحش وانت بترقص في الحفلة. شكلي وحش ازاي؟ لازم الواحد يبقى وقور في الحفلة كده. شوف اتعلم مني، خد خبرتي. وبعدين مين البت الحلوه اللي انت كنت بتكلمها من شويه دي؟ دي سوديه. مش عرفك انها سوديه؟ شعرها اصفر. لا لا مش شرط يا حبيبي. السوديه تعرفها ازاي؟ ازاي تلاقيها سوديه في نفسها كده. البلجيكيه بقى تلاقيها ماشيه متبلجيكه كده وعامله حركات، فدي بلجيكيه. الكشك الصعيدي ايه الفرق بينه وبين الكشك الالماس؟ كشك الصعيدي؟ هو حضرتك بالصعيد؟ ايوه. اهلا اهلا. انا من فلور. اهلا وسهلا. انت منين؟ بحر يا حبيبتي. قريب برضو، احنا اتنين كده يا جنب بعض. طيب يا ريت تقولي الفرق ايه بينهم عشان انا احيانا بتلخبط شويه. والله ما في فرق يا حبيبتي، هو كله كشك في كشك. مساء الخير، ازيك يا بتال؟ عمرون. اهلا 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 اهلا، ازيك يا نجمه؟
ايه النور ده؟ ده انتهى. طبعا عرفني، ده احنا عشرة عمر، ده احنا ياما اشتغلنا مع بعض. ست الكل دي اشهر من نار على العالم، كنت اودي لها الاوردر من هنا تعكمني ولا شنطة رمضان. ما يصحش ما يصحش، حاجات بسيطة. لا ازاي، ده حقك يا استاذ، حاجات بسيطة ما يصحش. فينك؟ فين ايام الحلوة؟ فين ايام بكيزة وزغلول؟ بكيزة وزغلول؟ اه انا ما اشتغلتش في بكيزة وزغلول، انا اساسا ما كنتش ابتديت ساعتها تمثيل. ازاي ست سهير هتغلطيني عندي؟ من فضلك لو سمحت سطور، اكبر سطور عندك عشان انتحر واخلص. طب معلش، ممكن الموبايل بتاعك؟ ليه؟ نتصور بيه بقى عشان انت تنزلها عندك والفولورز اللي عندك يجوني. بس عندي مشكله. ايه؟ ما دفعتش اشتراك النت فمش عارف انزلها. طب اسلفك يا حدى. خلاص. طيب خلاص ما فيش مشكله. هي استاذه بشرى ملاحظه انها اتاخرت، هي مش جايه ولا ايه؟ لا هي مش جايه اصلا. مش جايه ليه؟ مش هي مغنيه معاك دويتو؟ لا هي مش في جيبي على فكره. والاستاذه دره كمان مغنيه معاك دويتو؟ اسيلي اسيلي، حماده الفوكل لسه ما جاش، هنعمل ايه؟ طب عادي روح كمل اكل، انا هتصرف. بلاش كل، بس كل كويس. هو معلش، ايه قالت الفوكل دي؟ قالت الفوكل دي بقى الراجل اللي بيغني ورايا، الكورال يعني. واسمه كورس اصلا. الله يا مرتد الله. طب ما بتقولش المصطلحات اللي احنا بنقول عليه. لا انا اسف جدا والله، انا اسف. طب ادم حماد الفوكال مش جاي، انا ممكن اسد مكانه يعني، اغني معاك واغني كمان مكان استاذه بشرى ومكان استاذه دره. والله فكره مش بطاله، اصل هم باعوك وما جوش، لكن انا هعمل لك سبورت وهقف جنبك وهغني. برافو يا لا. انت بس اهم حاجه صوتك حلو. والله صوتي حلو جدا بجد، وبغني وبمثل وبرقص وبعمل كل حاجه، مش هخذلك صدقني. بصي يا، بالمنظر اللي انت طالعه فيه ده ما عنديش اي مانع بجد. لا والله ما عنديش اي مشكله. انت بجد موافق؟ ايوه موافق. احلف ان انت موافق. وحياه ربنا موافق. انت مندهشه، دي فرصته اصلا بجد. ايه ايه المشكله دي؟ لذيذه جدا. لذيذه ازاي؟ ازاي تطلع تغني على المسرح اصلا جنبك؟ عادي يا معلم مش مشكله. بص عامله ازاي، لذيذه جدا. معلش ثانيه واحده، دلوقتي ده النجم الاستاذ عسيلي، هو اللي مشغله يعني، هو اللي مدورها اساسا كلها. مدورها؟ فمعلش مؤاخذه يعني، هو قال ان انا هغني يبقى انا هطلع اغني خلاص. انت موافق على الكلام ده؟ اكلت سوشي؟ في سوشي تحفه. يلا الله عليك. يلا الله عليك. ما تقلقش، هو في كده يا مرتديلا؟ مش فاهم. بقول لك ايه، ارفدوا ارفدوا بجد. طيب انا عايز اطلبكم يعني، عايز طلب صغير. انت تؤمرنا. عايز شويه هوا كده قبل ما اطلع على الستيج. طبعا من حقك، انا عارفه طبعا، لان الفنان لازم يبقى فيه وقت كده بياخده بيشم فيه نفسه وبيستحضر الطبق يعني. انا فاهمه، هبتدي اغير كلامي يعني. لا 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 خالص، احنا تمام، احنا جنبك هنا بليز. بس اهم حاجه قبل ما تعوزني اغني شاور لي بس، هتلاقيني جنبك. طيب انا عايزك تاخدي البحار ده وتطيره. ده شخصية باباي. باباي؟ أيوة. طب باي باي. مرسي. باي باي. استنيك تشاور لي. غني يا مرتديلا. ما دام انتهى خلاص، من فضلك صدعتيني، مش عايز اعرف طريقة عمل أي أكل تاني، مش هاكل، هعمل رجيم، من فضلك انزلي من على وداني. إيه اللي جرالك؟ أنا ماشية. لا 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 يا ست، إحنا كنا أصحاب، جرالك إيه يا نشوة؟ إيه اللي جرالك مرة واحدة كده؟ ما لحقتش أقول لك طريقة ال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا هانم. سعد مساك يا أخوي. أنا شايفك واقفة بقالك فترة هنا، في مشاكل عند الأكل ولا حاجة؟ لا لا مفيش مشاكل، تحب أقول لك طريقة الكشك بيتعمل إزاي؟ لا أصلا أنا عارف الكشك كويس. السلام عليكم.